اللي حصل امس قدام السفاره السوريه احنا ما نحبسها ابدا. اللي عايز يحتصم السوريين يطلع في التحرير واعتصام بادب واحترام وهي الخيمه السوريه جاهزه لاي شكوى لاي شيء. نحتصم مع السوريين طول عمرنا نحن السوريين والمصريين يد واحده محبه كثير، ونحن الحمد لله لقينا مصر هنا وحصلنا المحبه من الشعب المصري. لا لازم انا ما بحب لما يروح كسر السفاره ويضربوا وكذا ويضربوا الجيش المصري انا ما بحب. نحن يجي يحتصموا عنه هون يعني طلبنا انه بس بس ما حصل ما بيني امبارح صار يضرب انا حجابهم الحجاره بيضربوا الجيش المصري. يا اخي الجيش المصري هذا عندنا هذا الشيء ما بيجوز الشيء هذا. انا هذا غلط كثير كثير. وكان بيتقال ان هم رايحين يحطوا العلم السوري. طيب انا ما الاسد هذا ما موجود، اذا حطيناه حيرجع يسيله لما يروح ينتهي ان شاء الله. انا على العلم عطول وطالب الرئيس مرسي انه يوقف ويجمد ممثلين النظام ويطردهم من مصر نهائيا. بتمنى كل الدول العربيه والاجنبيه تعمل هذا الشيء، لان هون ما بيمثلونا. يعني عشو تركينهم عنكم ببلدانكم؟ وهيدا العالم هو اللي بيمثل ثورتنا، بيمثل الشعب السوري. نفسي اقول للشعب اصبروا وصبروا، ان الله معنا. رب العالمين مش حينسانا. رب العالمين جانا الحين بإذن الله، جانا رئيس مصري اسمه الدكتور مرسي، بإذن الله بعثنا إياه، أنقذنا من السفاح بالشام.